المواطنة. الفصل الأول، مفهوم المواطنة. أهمية المواطنة في هذا العصر من أجل الحفاظ على هوية الدول وخصوصياتها في ظل ما يشهده العالم من صراعات وما يتهدد بلدانها من أخطار، لذا أولت جل بلدان العالم على اختلاف مستوياتها الحضارية اهتماما كبيرا في تنمية المواطنة لدى أفرادها من خلال تربيته تربية وطنية تركز على تزويد المواطن في المعارف والقيم والمبادئ والمهارات التي يستطيع بها التفاعل مع العالم المعاصر دون أن يؤثر ذلك على هويتها الوطنية. ماهية المواطنة؟ تعددت التعريف الخاصة بالمواطنة نظرا لأهمية مفهوم الدور الكبير الذي تلعبه المواطنة في حياة المجتمع والدول، فأصبح التركيز على تدعيم مفهوم المواطنة الصالحة لدى الأفراد من سياسات الدول الساعية إلى تحقيق التقدم والازدهار. المطلب الأول وهو التعريف بالمواطنة. إن المواطنة لغة مصطلح مشتق من كلمة الوطن، أي الإقليم الذي يوجد فيه الفرد سواء كان هذا المكان قد ولد فيه أم لا، والفعل من هو وطن يقال وطن فلان المكان، أي أقام به وسكنه واتخذ منه مكانا للإقامة. والمواطنة بصفتها مصطلحا معاصرا تعني علاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة التي ينتمي إليها ويقدم لها الولاء. وفي معناها السياسي تعني المواطنة الحقوق والمميزات التي تضمنها الدولة لمن يحمل جنسيتها وكذلك الواجبات التي تفرض عليه، وتعني أيضا مشاركة الفرد في شؤون بلده مما يولد لديه شعور الانتماء والولاء له. وبذلك يمكن القول إن المواطنة مفهوم حديث نسبيا، ويتضح ذلك من خلال رصد التعريف التالية. المواطنة هي تعبير عن صفة الفرد الذي يعرف حقوقه ومسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه ويشارك بفعالية في اتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجه المجتمع، وهي كذلك تعبير عن دور الدولة في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تفرقة بينهم بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة. إذن فالمواطنة هي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب، وتعبر عن علاقة تاريخية وانتمائية بين الإنسان ووطنه، فهي الصلة بين الفرد والدولة التي يقيم فيها. أما التعريف الإسلامي للمواطنة فينطلق من خلال القواعد والأسس التي تبنى عليها الرؤية الإسلامية لعنصري المواطنة، وهما الوطن والمواطن. وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية ترى أن المواطنة هي تعبير عن الصلة التي تربط بين المسلم كفرد وعناصر الأمة وهي الأفراد المسلمين والحاكم والإمام، وتتوج هذه الصلات جميعا بأنها الصلة التي تجمع بين المسلمين وحكامهم من جهة، وبين الأرض التي يقيمون عليها من جهة أخرى،